أعطينا أن الشكل الرباعي ABCD عبارة عن مربع سكوير، ما يعني أن أضلاعه الأربعة لها نفس الطول، وأن كل زاوية من زواياه الداخلية قياسها 90 درجة. ونعلم أيضا أن FG عمود منصف لBC perpendicular bisector. وقد وضحت بالفعل أنه عمودي، حيث أن قياس هذه الزاوية هو 90 درجة، لكنه أيضا ينصف BC، إذن هذا الطول مساويا لذلك الطول. ثم أعطينا أن القوس AC وهو منحنى يقع في الأعلى، القوس AC جزء من الدائرة B، إذن هذه دائرة مركزها هو B، إذن هذا هو مركز الدائرة وهذا جزء من الدائرة، ويقع تقريبا في الزاوية السفلى على يسار الدائرة. وعن طريق هذه المعطيات المطلوب منا أن نجد قياس الزاوية BED، ما هو قياس الزاوية BED؟ إنها BED. إذن سنحتاج إيجاد قياس هذه الزاوية الموجودة هنا، وأحفزكم على إيقاف العرض وأن تحاولوا إيجادها، وربما تتخيلون حسنا بإمكانكم إيقافه وتحاولون إيجادها دون أي تلميح. والآن سأعطيكم تلميحا إذا كنتم تحاولون للمرة الأولى ولم تستطيعوا إيجادها، وعليكم إيقاف مرة أخرى بعد هذا التلميح. حاولوا أن ترسموا بعض المثلثات التي ربما تقسم هذه الزاوية لمجموعة زوايا مختلفة، وربما هذا سيكون أبسط، ربما بمقدوركم أن تستخدموا بعض ما تعرفونه عن المثلثات. والآن سأحاول إيجادها وعليكم إيقافه عندها. أظن أنكم تعتقدون أنكم تعرفون بالضبط كيف تقومون بذلك وتحاولوا الحل بأنفسكم، والخدعة هي أن تدرك أن هذه دائرة، وبالتالي فإن أي خط يمر بين B وأي نقطة على هذا القوس سيكون مساويا لنصف قطر الدائرة. AB يساوي نصف قطر الدائرة، BE يساوي نصف قطر الدائرة. يمكننا الاستمرار برسم أشياء أخرى تكون مساوية لنصف قطر الدائرة، BC يساوي نصف قطر الدائرة. دعونا نفكر بها قليلا. إذا أردنا رسم، والعديد من مسائل الهندسة الخادعة في الحقيقة تدور حول رسم الخطوط القائمة أو المثلثات القائمة، وسأرسم واحدا هنا، ربما سيفتح لكم مجالا للتفكير في كيفية حل هذه المسألة. إذن دعوني أرسم القطعة المستقيمة EC، وسأرسمها بشكل مستقيم قدر المستطاع. يمكنني أن أرسم بشكل أفضل من هذا. إذن القطعة المستقيمة EC، الآن يظهر لنا شيء مثير للاهتمام، لأنه ما هي العلاقة، ما هي العلاقة بين المثلث EBG والمثلث ECG؟ حسنا، كلاهما يتشاركان بهذا الضلع، أي كلاهما يتشاركان بالضلع EG، ثم أن BG يساوي GC، وكلاهما يحتويان على زاوية قياسها 90 درجة هنا وهنا، كما ترى من خلال تطابق ضلع وزاوية وضلع هذان المثلثان سيكونان متطابقان. إذن نعلم أن المثلث EBG، المثلث EBG يطابق المثلث ECG، 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 ويجب أن نؤكد على C وليس E. ECG من خلال تطابق ضلع وزاوية وضلع، من خلال تطابق ضلع وزاوية وضلع SAS. وهذا ما يوضح لنا أيضا أن جميع الزوايا والأضلاع المتناظرة ستكون متساوية. إذن هذا يبين لنا هناك أن EC يساوي EB، EC يساوي EB. إذن نعلم أن EB يساوي EC،
وماذا أيضا؟ ماذا يعتبر مساويا لهذا الطول؟ مرة أخرى، هذا نصف قطر الدائرة. BE يعتبر نصف قطر الدائرة والذي يمر من المركز إلى القوس، لكن أيضا BC إنه نصف قطر الدائرة أيضا ويمر من المركز إلى القوس، إذن يعتبر مساويا أيضا، مساويا لBC. إذن يمكنني أن أرسم ثلاث أشياء أخرى هنا، إنني أعود للشيء كله وليس لمجرد قطعة مستقيمة. BC بأكمله، إذن ما هو نوع المثلث هذا؟ أي المثلث BEC. المثلث BEC متساوي الأضلاع equilateral، ونحن نعلم ذلك لأن أضلاعه الثلاثة متساوية في الطول. هذا يوضح أن جميع زواياه متساوية، ويوضح لنا أن قياس الزاوية BEC BEC لم ننتهي بعد، لكننا اقتربنا، هو 60 درجة. إذن قياس الزاوية BEC هو 60 درجة، وهذا يعطينا جزء من المسألة، إن BEC جزء من الزاوية BED. إذن إذا كان بإمكاننا أن نجد قياس الزاوية CED الآن، أي إذا كان بإمكاننا أن نجد هذه الزاوية الموجودة هنا، فسنضيف ذلك القياس إلى 60 درجة وانتهينا. لقد أوجدنا BED. دعونا نفكر في كيف يمكننا فعل هذا هنا. هناك العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام التي سنفعلها الآن. نحن نعلم أن هذا مساويا لنصف قطر الدائرة، ونعلم أيضا أن هذا الطول هذا مربع، نعلم أن هذا الطول مساويا لذاك الطول، مساويا لذاك الطول، لكلاهما نفس الطول، وهذا مساويا لنصف قطر الدائرة. ونحن بالفعل قد وضعنا هذه الخطوط الثلاثة، BC يساوي هذا الطول يساوي هذا الطول، إذن جميع الأضلاع الأربعة سيكون لها نفس الطول لأن هذا مربع. إذن دعوني أكتب هذا لأنه مربع، سأكتب بهذه الطريقة. لأنه مربع نحن نعلم أن CD وهو مساويا أيضا لBC، وقد قلت بالفعل أنه مساويا لEC، مساويا لEB ومساويا لEC. ما هو مهم هنا أن ندرك أن هذا وهذا لديهما نفس الطول، وسبب أن هذا الشيء مثير للاهتمام هو أنه يدعنا نعلم أن هذا المثلث متساوي الساقين، إنه مثلث متساوي الساقين، ولو تواجد لدينا مثلث متساوي الساقين فإن زاويتا القاعدتان ستكون متطابقة. إذن مهما كان قياس هذه الزاوية الخضراء فإن هذه الزاوية كذلك، إذن بطريقة أو بأخرى سيمكننا إيجاد هذه الزاوية. يمكن أن نطرح ذلك من 180 ثم نقسم على 2 لإيجاد هاتان، لأننا نعلم أنهما متساويتان، إذن كيف يمكننا أن نجد هذه الزاوية؟ حسنا، نحن نعلم أن جميع هذه الزوايا بإمكاننا أن نجد جميع زوايا الأشكال الكبيرة هنا. نحن نعلم أن هذا مثلث متساوي الأضلاع، هذه يجب أن يكون قياسها 60 درجة، كذلك هذه قياسها 60 درجة، وهذه أيضا 60 درجة. في الحقيقة يمكننا أن أكتب هذا. ما يعتبر مساويا للزاوية BCE لقياس الزاوية BCE؟ لقياس الزاوية BCE هذه 60 درجة، ونحن نعلم أننا نتعامل مع مربع، بالتالي فإن هذه الزاوية هي زاوية قائمة. كم قياس الزاوية ECD؟ ما قياس هذه الزاوية؟ سأستخدم لونا جديدا. هذه الزاوية سيكون قياسها 30 درجة، هذه الزاوية سيكون قياسها 30 درجة. والآن نحن جاهزون للحل.
إذا كنتم تعلمون، الآن نحن جاهزون لإيجاد زاوية القاعدة هاتان. إذا أسمينا هذه x ونحن نعلم أنهما متساويتان، لدينا x زائد x، x زائد x زائد 30 يساوي 180. هذا مجموع الزوايا الداخلية للمثلث. سنحصل على 2x زائد 30 يساوي 180. الآن يمكنك أن تطرح 30 من كلا الطرفين، ويتبقى لدينا 2x يساوي 100 يساوي 150. نقسم كلا الطرفين على 2 فنحصل على x تساوي 75. إذن أوجدنا أن x تساوي 75، والآن اقتربنا من الهدف. علينا أن نجد قياس الزاوية BED. حسناً، هذه ستكون الزاوية C. إذن x تساوي قياس الزاوية CED، أي أن BED يساوي CED زائد BEC. CED زائد BEC. إذن 60 درجة زائد 75 درجة سيكون الناتج. هل أنتم جاهزون؟ هذا يساوي 75 درجة زائد 60 درجة، أي 135 درجة، وانتهينا.